يعني رب العالمين إذا ما ملبستي العافية ما بقدر والله يعني. هذا أنا عايز أنا تسمي. بس لما استشهد أولادي يعني ثلاثة وأنا كنت هنيك جيت لهون يعني جبت ولا يعني جبت عيالي ما بقى يعني صار قذائف وهيك جبتهم وجيت لهون. بس يعني شيء اجيب كرتونه نم اسبوع على الكراتين كنا ننام من البرد يعني نتغطى بالكراتين اخاف انه اروح امشي شغلي يضيع الكرتونات مني. اجوا دكاتره لهون عندها حاله نفسيه تبول لا ايه كتب لها الدكتور دواء والله كتب لها دواء حقه 3000 ما قدرت اجيبه بس اليوم ان شاء الله بدي اجيب لها هو. اني اخذوا علامه كويسه بالمدرسه كنت انا امبارحه مشغوله بالطبخ ما درستن علامتن الدني انا يعني رعايتن واولاد كمان الدراسه بدها وقت يعني بدها وقت لو في ام تشيل هالحمل عني شوي يعني تاخذ هالمسؤوليه يعني بتحمل جزء من المسؤوليه. كل مره ايمان ندى اخذت صفر ابدا هل في حدا من الاولاد اللي انت معك مثلا بتحس انه وضعه غير عن باقي الاولاد؟ ايه اسمه عبد الباري ابن انس يعني اي على الطريق وانا جايبته بكي على فرد اشتريت له قلت اشتري لابن عمه مشان ما يبكي مثله لعبد الباري الثاني. سالوه بالباص يعني سالوه بقولوا له قال له هذا اللي بأم فتشوا الطريق يعني هدول امن او شيء قال له جايب مسدسين بدك تقوصنا وجاي لعنا تقوصنا قال له لا انا ما بقوصكم انتم حميتونا بس انا بقوص الطياره اللي زتت برميل. عبودي مين اكثر شخص بتحبه بالعالم؟ مين بتحب اكثر شيء؟ بابا يعني على الأقل بتمنى إنه يقعدوا يشتغلوا يعني يدرسوا يصيروا يعني على الأقل يبنوا تنبنى سوريا يعني هيك يبنوا أول يعني يبنوا بلدهم اللي على الأقل دمار سوريا طيب على الأقل يبنوا أول بيت هو بيتهم يعني على شيء يقدروا يكبروا يبنوا بيتهم اللي راح.